فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس، حصل شيء من الخلل، ونشط دعاة الضلال في ترويج هذه الأفكار المنحرفة، فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها التابعون وأتباع التابعين، فحرروها ودونوها في كتب سموها الإيمان أو الشريعة أو السنة، كل هذه الأسماء موجودة: السنة، الإيمان، الشريعة، فدونوها وردوا على المخالفين، فصار هذا من لطف الله بهذه الأمة ليبقى دينها، فإن الله يقيض له حماة في كل زمان يحفظونه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به العمي ويردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أو ما هذا معناه من خطبة الإمام أحمد الجيدة الجليلة. ثم إن المسلمين توارثوا هذه الكتب واستخلصوا منها كتب العقائد، العقيدة أو التوحيد، وتداولوا هذه الكتب المستخلصة مما ألفه هؤلاء الأئمة، فوجدت كتب العقيدة التي تتضمن جميع مسائل العقيدة وما عليه سلف هذه الأمة